Hey guys, رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حل البرلمان وطلب بإجراء انتخابات مبكرة. Time to go home. Canadians deserve to choose what the next 17 months, what the next 17 years and beyond will look like. Because I'm focused on our real plan. I'm focused on the path forward with Canadians. So to Canadians, I'm asking you to vote for real progressive leadership, for strong health care, for affordable homes, for a clean and protected environment. Make your voice heard, have your say, and together, let's move forward for everyone. السلام عليكم. ايش هاي الانتخابات اللي هي صارت بمنتصف الدورة الانتخابية؟ خليني احكي لكم على السريع هيك نبذة سريعة، وتحدثت عن هذا الموضوع سابقا بفيديوهين بالانتخابات الماضية اللي صارت بسنة 2019 اللي هو على موضوع الانتخابات الكندية وبعض المعلومات اللي الناس مهم انها تعرفها بالسياسة الكندية، سواء كانوا من المهاجرين العرب الموجودين بكندا او الناس اللي بتطمح انها تيجي على كندا بالمستقبل عشان يعرفوا. بداية اذا انتم جديد على هاي القناة بدي اطلب منكم انكم تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الانستغرام عشان ان شاء الله في الفيديو القادم راح نعلن عن بعض المسابقات وبعض الجوائز اللي راح نعطيها بالتعاون مع احد الفنادق العالمية، فتابعوني على الانستغرام وما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا اسئلتكم واستفساراتكم في صندوق التعليقات. وخلينا نبلش. بسنة 2019 الانتخابات الكندية انتهت بانتصار حزب الليبرال بقيادة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ولكن فاز الحزب بحكومة أقلية، يعني كانوا هم أغلب الأعضاء ولكنهم أقل من النصاب القانوني على أساس أنهم يكونوا حكومة أغلبية تحكم الدولة لمدة 4 سنوات. شو الفرق بين هاي الأشياء اللي أنا حكيتها اللي هي حكومة الأقلية والنصاب وهاي الأمور؟ بداية عدد المقاعد البرلمان الكندي هي 338 مقعد. في عندك بكندا 338 دائرة انتخابية، عن كل دائرة انتخابية في مرشح، هذا المرشح بيكون هو النائب في البرلمان الكندي اللي بيمثل الدائرة الانتخابية تبعته. عشان تقدر تحكم البرلمان الكندي، تحكم الحكومة الكندية بصورة مطلقة وبحرية، لازم تفوز بنصف المقاعد عشان تكون حكومة أغلبية. هذا العدد هو 170 مقعد بالضبط على أساس أنك أنت تكون حكومة أغلبية وتحكم وتكون هيك مرتاح ومريح. شوية مقاعد زيادة بتضرش، لأنه في بعض الأحيان في بعض القوانين اللي بتكون مثيرة للجدل بتلاقي في بعض النواب بيعترضوا عليها، فلذلك منيح أنه الحزب دائما يكون عنده مقاعد زيادة عن 170 مقعد. عدد النواب اللي بيمثلوا الحزب الليبرالي في البرلمان الكندي اليوم هم 155 مقعد، يعني ناقص تقريبا 16 صوت. شو يعني انه يكون في ناقص عليهم 16 صوت؟ يعني ان الحكومة بتكون مشلولة نوعا ما. كل ما بدها تقدم قانون legislation بدها تاخذ موافقة الأغلبية، الأغلبية اللي هم بشكل 170 مقعد وما فوق. إذا ما حصلوا هاي الأصوات الحكومة بتصير مشلولة، بتبطل قادر تدير أمور الدولة. هذا الحكي كمان مش فقط على مستوى القوانين، وإنما أيضا حتى على مستوى الثقة، أداء الحكومة، براءة الذمة المالية للحكومة، الميزانية اللي بيقدموها سنويا بيصير في عليها تصويت مع بداية كل دورة سنوية اللي هي بتكون تقريبا بشهر 9 أو 10 إذا أنا مش غلطان، فبيصير في تصويت. هذا التصويت عشان يبرئوا الذمة المالية تبعتهم وأدائهم، وبيحكوا فيها عن الجدول تبعهم لهاي السنة. وهون طبعا بصير في كلاش، في اختلاف دائما بين الأحزاب لأنهم زي الضراير، خصوصا بين حزبين اللي هو حزب الليبرال وحزب المحافظين الكونزرفاتيف. بالعادة أي حكومة أقلية ما بتقدر تقعد أكثر من سنتين بالحكم وبنحل البرلمان، مع أنه هي طبعا مدة الحكم تبعها 4 سنوات، ولكن عشان تقدر تأدي وظيفتها لازم تمرر قوانين. إذا ما في تمرير قوانين ما في مبرر أنها الحكومة تظلها موجودة، لأن الحكومة بتاخد رواتب ومصاريف، وهي الفلوس كلها اللي بياخدوها هي من دافعين الضرائب المواطنين، فما في أي تبرير أني أنا أدفع رواتب أنك أنت تظلك قاعد في البرلمان وقاعد بتدير الدولة بس أنت مش عم بتديرها فعليا، يعني قاعد مش عم تشتغل. بالوضع الحالي الحكومة الليبرالية على مدار السنتين الماضيين كانت قاعدة عم بتحاول انها تكسب قوة اكتر ويصير في لها صوت شعبي اكتر، وبنفس الوقت
كانت عم تضطر تتنازل وتتحالف في بعض الأمور باتفاقيات معينة بينها وبين أحد الأحزاب اللي هو حزب الديمقراطيين الجدد بقيادة جاك ميت سينغ، على أساس أنه يمرروا لهم ويعطوهم الثقة ويخلي الحكومة شغالة زي ما هي. بس بنفس الوقت كانت الحكومة الليبرالية بتعمل بعض التنازلات، شغلات كانت بتطلبها اللي هو حزب الديمقراطيين الجدد على أساس أنه يمشوا لهم إياها قوانين معينة. وفي كتير قوانين صار عليها جدال بخلال السنتين الماضية. حزب الليبرال بقيادة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اضطر أنه يتنازل عن هاي الأمور عشان يخلي الحكومة up and running، إنها لساتها شغالة من غير ما أنه يتم إيقافها. فهذا بسموه اللي هو زي حكومة ائتلاف بصير بينها وبين حزب آخر، ولكنها مش حكومة ائتلاف 100%، بصير في اتفاقيات يعني معينة عشان تضل الحكومة شغالة. على سبيل المثال بإسرائيل لما صارت الانتخابات المؤخرة اتشكلت حكومة ائتلاف مكونة من حزبين، وكان الاتفاق بأنه رئيس الحزب الأول راح يحكم لمدة سنتين وبعد هاي السنتين رئيس الحزب الثاني بيحكم كمان لمدة سنتين، لأنه ما كان ولا واحد من الأحزاب المجابهة لحزب اليكود قادر أنه يحصد أكبر عدد من الأصوات على أساس أنه يقود رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بما فيهم أيضا حزب اليكود اللي فقد كتير من الشعبية تبعته. فاضطرت الأحزاب أنها تعمل ائتلاف. فحبيت أذكر هذا المثل عشان أعطيكم شو بيصير بحالة حكومات الأقلية وحكومات الأغلبية. بتاريخ كندا في تقريبا 3 حوادث صارت فيها حكومة ائتلافية. واحدة كانت أتوقع قبل ما تصير الفيدريشن الاتحاد الكندي بسنة 1860 لما ائتلفوا مع بعض الحزبين أتوقع الكونزرفاتيف والليبرال، وقتها شكل بعد هذا الائتلاف أنه تأسست الحكومة ومهدت الطريق لتأسيس الدولة الكندية في عام 1864. الحكومة الائتلافية الثانية اللي صارت كانت بسنة 1917 وصارت أتوقع بين برضو حزب الليبرال وحزب الكونزرفاتيف، وأتوقع أن هاي الحكومة الائتلافية الوحيدة اللي صمدت لمدة 4 سنوات في الحكم. والمرة الثالثة اللي صار فيها تشكيل حكومة ائتلافية كان هذا الحكي بعام 2008 مؤخرا بعهد رئيس الوزراء السابق اللي قبل جاستن ترودو ستيفن هاربر اللي هو كان رئيس حزب المحافظين. ولكن هاي الحكومة الائتلافية لم تكن حكومة ائتلاف بين المحافظين اللي كانوا أقلية بسنة 2008 مع أحزاب أخرى، لا، كانت بين أكبر كتلتين معارضتين موجودين في البرلمان، الليبرال والديمقراطيين الجدد. عملوا ائتلاف مع بعض وصار فيها نوع من انهم بدهم يحجبوا الثقة عن الكونزرفاتيف ويعملوا اتفاق بيناتهم، لانه صاروا مع بعض لما يمضوا على اتفاق ائتلاف مع بعض صار بشكله حكومة اغلبية، نفس الفكرة اللي ذكرناها قبل قليل بالبرلمان الإسرائيلي. ووقتها ستيفن هاربر اعترض على هذا الموضوع وطلع زي خطاب أتوقع للحاكم العام بهذاك الوقت بأنه هاي المحاولة بالحكومة الائتلافية اللي عم بشكلوها الديمقراطيين الجدد مع الليبرال هي انقلاب على الحكم تبع الكونزرفاتيف، إلى أنه هاي المحاولة أيضا باءت بالفشل لأنه استقال وقتها رئيس الحزب الليبرالي، ورئيس الحزب الليبرالي الجديد رفض حكومة الائتلاف ورفض أنه يمضي مع الديمقراطيين الجدد، وفرطت هاي الحكومة الائتلافية المعارضة اللي كانت ممكن تنزع الحكم عن المحافظين بسنة 2008-2009. فهي فكرة حكومة الائتلاف. بس شو السبب اللي خلى رئيس الوزراء الكندي انه يحل البرلمان؟ في كتير اسباب بتخليه الان يطلب انتخابات مبكرة. واحد من هاي الاسباب انه الان بخلال هاي السنتين الماضيين وخصوصا بفترة الكوفيد، بفترة الكورونا، أداء الحزب الليبرالي كان بأعلى مستوى وشعبيتهم زادت بشكل كتير كبير، فأصبح كتير من السهل إنهم ينتزعوا حكومة أغلبية. إذن فهو كان قرار استراتيجي وذكي جدا. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة بأنك أنت كرئيس حزب وكحزب حاكم أنك أنت اللي تأمر بحل البرلمان وتطلب انتخابات مبكرة بيعطيك القوة أفضل ما أنه تكون حكومتك تنعرض أمام البرلمان ويتم حجب الثقة عنها وتنزل بانتخابات، لأنه أنت فقدت الثقة من الحكومة. كتير في فرق بين أنك أنت تختار أنك تترك وتبدأ انتخابات جديدة بين أنه يتم إقالة الحكومة تبعتك. رح يكون وقتها موقف الحزب هزيل جدا، وهذا الصدى رح يكون كتير إعلامي قوي وعلى الشعب برضه حيكون كتير عالي، فكتير صعب انه الناخب يفكر انه ينتخب حكومة تم حجب الثقة عنها الا اذا هو كان يعني هارد كور بينتخب هذا الحزب على سبيل المثال. ولكن بشكل عام راح يكون فيه لها تأثير سلبي جدا وراح تفقد الحزب شعبيته. لذلك من الفطنة انه يقوم رئيس الوزراء الكندي بانه هو اللي يحل البرلمان ويأمر بانتخابات مبكرة. اداء الحكومة والحزب الليبرالي الان والتصويت لصالحهم كتير اعلى،
من أي فترة أخرى، لذلك احتمالية كتير كبيرة بأنهم يفوزوا بهاي الانتخابات بأغلبية وتصبح حكومة أغلبية من غير ما حدا ينكرزهم ولا يدق على عصبهم ويأخر لهم القرارات تبعتهم، فبيكون حكم مطلق. موعد الانتخابات راح يكون ب20/9، يعني خلال تقريبا 5 أسابيع راح يحسم الأمر وراح نعرف مين الحكومة الجديدة اللي راح تحدد مسار السياسة الكندية الخارجية، مسار السياسة حتى فيما يتعلق بموضوع الهجرة وغيرها في ال4 سنوات القادمة. الآن في الوضع الحالي أغلبية الأصوات عم بتكون لصالح حزب الليبرال، فجاستن ترودو في الاستطلاعات العامة يحصد الآن 34% و7 بالعشرة، أما رئيس حزب المحافظين إيرين أوتول يحصد إلى الآن ما يعادل 29% و3 بالعشرة، ورئيس حزب الديمقراطيين الجدد الـ NDP جاك ميت سينغ حصد 19% و6 بالعشرة. الآن بعد ما ينحل البرلمان كل البرلمانيين اللي هم أعضاء البرلمان كلهم يفقدوا الألقاب تبعتهم ويعودوا ليصبحوا مرشحين بالانتخابات. الوحيدين اللي بيبقوا بالمناصب تبعتهم ويظلوا حامل المنصب تبعه هم الوزراء، فالوزير بيظلوا مستمر بالمنصب تبعه إلى أن يتم تحديد حكومة جديدة، وبيكون هو تقريبا بمنصب حكومة انتقالية، أداؤه بيكون تقريبا رمزي إلى أن يتم تحديد الحكومة الجديدة والوزراء الجدد، وبيتم تسليم الحقيبة تبعته للوزراء الجدد، أو إذا كانت الحكومة تبعته هو اللي فازت وهو ظل بالمنصب الوزاري تبعه بيرجع مرة تانية بيتم تعيينه لنفس الوزارة وبيظل مستمر في الأداء تبعه. هذا هيك كان ملخص سريع عن الانتخابات الكندية. في الأيام القليلة القادمة رح أصور فيديوهات من خلف الكواليس من حملة مرشح حزب الليبرال عمر الغبرة، هو صديق لإلي وأنا حكون متطوع معه في الحملة الانتخابية تبعته عن الدائرة الانتخابية في مدينة مسساغا. Campaigning with عمر. I made it. Good to see you. Hey everyone, how's it going? ولكن هاي الفيديوهات اللي راح انزلها ما راح تكون بشكل مستمر، راح تكون من فتره الى فتره. رجعت من امريكا وفي فيديوهات كتير بدي اعملها، بس حبيت اني اعطيكم هذا تحديث سريع عن الاخبار اللي صارت الان في موضوع الانتخابات، وراح نحكي في الايام القليله القادمه بعد ما تنتهي الانتخابات عن الاداء تبع الحكومه الجديده، عن الاستراتيجيه تبعتهم والخطه تبعتهم خصوصا فيما يتعلق بموضوع الهجره وغيرها من الامور. في كتير مواضيع بدي احكي عنها بالفيديوهات القادمه، اهم موضوع راح احكي عن موضوع زيارتي لامريكا، ايش شفت بامريكا، ايش الاشياء اللي انا كنت عم بحكي عنها وتحدثنا عنها سابقا بمواضيع العقارات، فرص العمل بأمريكا مقارنة بين أمريكا وكندا وخصوصا بزمن الكورونا، ورح أعمل فيديو كمان تحديدا أحكي لكم عن تجربتي بالسفر بالجواز الكندي لأول مرة، وأيضا رح أحكي لكم عن تجربة السفر بزمن الكورونا. بنهاية الفيديو بحب أني أسمع منكم، مين تتوقعوا أنه رح يفوز بالانتخابات الكندية؟ أي حزب؟ وإذا أنتم موجودين بكندا أي حزب رح تدعمه وشو السبب؟ مين الحزب اللي الجدول الانتخابي تبعه بيمثلكم وبتشوفوه مناسب إلى أنه يقود كندا في ال4 سنوات القادمة؟ بحبني أسمع منكم في صندوق التعليقات، ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الانستغرام، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.